سردية الانقلاب تقريبا قامت على 3 مقولات: مقولة محاربة الفساد، مقولة محاربة الفقر، ومقولة السيادة الوطنية. أنا نحب نعمل تقييم شوية للثلاث سنوات من حكم الرئيس قيس سعيد اللي يحكم تقريبا بمفرده، تقريبا هو الحاكم المتأله اليوم، هو الوحيد بدون حتى رقابة من حتى مؤسسة، وهو المؤسسة العليا. إذا كان نجيو في موضوع محاربة الفساد، خلينا نقول هل نجح قيس سعيد اليوم في محاربة الفساد أو الحد على الأقل من هذه الآفة التي نخرت المجتمع التونسي ولا خلاتها في مراتب متأخرة في تصنيف الشفافية الدولية؟ وكي تسأل التوانسة تقول لهم هل أنه قيس سعيد يحارب الفساد؟ تو برشا توانسه يقول لك اي. علاش؟ علاش؟ خاطر هما قاعدين يشوف في عباد تدخل الحبس. بالضبط. لانه التوانسه، وانا في تقديري حتى قيس سعيد نفسه، ما همش فاهمين ايش معناتها محاربه الفساد. الفساد هو منظومه، ايش معناتها فساد ساعه قبل كل شيء؟ هو استغلال منصب سياسي او منصب اجتماعي باش تجبد منه منافع ليك انت والقرار ليك انت. هذا ايش معناتها؟ شوف راهو فما حاجه كبيره برشا، فما حتى مساله مفاهيم لازم نتفاهموا فيهم. كيف يتكلموا أنصار قيس سعيد، أنا نقرأ ديما اللي كتبوا، حتى الرئيس بيتو كيف يتكلم في الموضوع هذا، قيس سعيد كيف يتكلم، يتكلم على الخونة، يتكلم على المناوئين، يتكلم راهو ردوا بالكم كلمة خيانة قبل كل شيء. كلمة خيانة راهي أعظم جريمة تنجم تقع في بلاد. الخيانة هي أنه واحد باع بلاده للأجانب. هذا إيش معناته خيانة؟ باع بلاده للأجانب، المصاعب مطر بلاده ذرت باش يستنفعوا الأجانب. هذايا في البلدان الكل وفي التشريعات الكل، هالعباد هذوما اللي يقوموا بالخيانه يعدمون ويقتلون ويسجنون. هذايا الخيانه، هذه خيانه. الفاسد ماهوش خاين، الفاسد فاسد، اللي سرق سارق، فاسد ماهوش خاين. الخيانه حاجه اخرى. وقت اللي نتكلم على الفساد، انا الفساد هو انك انت تستغل منصبك انك باش تاخذ منه حاجه ليك انت مكسب، والا باش تمنع، اما باش تاخذ حاجه ما تستاهلهاش انت وجماعتك، والا باش تمنع حاجه يستاهلها واحد من او ياخذها هو يستاهل، هو حقه فيها، تمنع الحقوق وتعطي الحقوق اللي غير اصحابها. هذا ايش معناتها فساد؟ الفساد منظومات، منظومات هي تشريعات، هي اجراءات، هي ادارات. هي الفساد ما ينجمش يتعمل لوحده، راه فمش واحد جاء قال حق راسه قال فسد هذاك. اذا كان سرق هذاك يسمى سارق، ماهوش فاسد. معناتها السرقه سرقه، تنجم تقول انت سرقه فساد، لا نتكلموا على الفساد من نوع هذا. الفساد منظومه، انت كيف تجي تحط الفاسد في الحبس، تجي تحط الفاسد في الحبس، ايش عملت؟ نحيت الفاسد في الحبس. بدلت التشريعات؟ لا. بدلت القوانين؟ بدلت المناخات اللي تخلق الفساد؟ يعني المكينة المنتجة خليتها في عام 2011 كان الفساد مجسم في عائلة، عائلة الرئيس وقتها، نحات عائلة الرئيس. بعد عام 2011 تنحى الفساد؟ بتنحاش الفساد، ولا انتصاب فوضوي للفساد، لأنه الفساد المنظومات بتاع الفساد ما زالت موجودة. اليوم الشيء اللي قاعد يتعمل هي ما يسمى حطان الفاسدين في الحبس، هي جزء بسيط من القضاء، ماهوش القضاء على الفساد. القضاء على الفساد يقتضي انك ترجع للمنظومات، تشوف انت الوزارات نتاعك شنو قوانينها، كيفاش تخدم الاداره نتاعك، هل انه التشريعات نتاعك تساعد الفساد ولا تقضي على الفساد الى اخره. هاش الخدمه هذه خدمه نتاع ثاني الرتبه، خدمه نتاع تخدم وراء الكاميرا، ما تخدمش قدام الكاميرا نتاع التلفزه، ما فيهاش شعبويه الخدمه هذه، ماهيش قاعده تخدم. هذاك علاش التوانسه ماهمش فاهمين. وانا في تقديري قيس سعيد يستعمل في خطاب الفساد، ولكن في الاخير ماهوش قاعد يقضي على الفساد. لكن عندنا منظومه تشريعيه متطوره، وكانت عندنا هيئه لمكافحه الفساد، ومشينا خطوات ربما خطوات محتشمه لكنها لقات دعم دولي على اساس ان تونس مشيت خطوات باهيه في محاربه الفساد. شوف احنا في العشر سنين بتاع الانتقال الديمقراطي تابعنا برشا دروس، انا واحد من الناس، على الفساد، وشفنا أمثلة متاع بلدان كيف عملت الفساد، وفما أمثلة عديدة ومتعددة. فما بلدان مثلا جاءوا قالوا باش نحيوا القضاة الكل والبوليسية الكل، نحاوهم الكل، ولكن ما قضاوش على الفساد. بعد قرينا فما قراية تقرأ، فما كتب تقرأ، فما أدبيات تقرأ على الفساد. الهيئات المستقلة متاع مكافحة الفساد ضرورية، المخبرين وحماية المخبرين ضروري. اليوم احنا ما عندناش المشكلة هذه، فما مشكلة كبيرة في حكاية المخبرين. الهيئات متاع مثلا الفساد وحكاية اللي الوزراء يعبروا على الواحد بتاعهم تنحات بغير حق،
معناتها ما حقش تحاكم تنحى. هذو من الحاجات الايجابيين حقهم 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 نبنيو فوقهم ونتعاودوا. المساله اللي قلت لك عليها قبيلك في التراكم نتاعنا في العقد السياسي نتاعنا، اللي يجي يعتقد اللي هو عنده الحلول الكل وهو يخمم خير من السابقين والاخرين، ويولي يكسر الشيء اللي تعمل. بينما الشعوب اللي تتقدم هي شعوب تشوف الوقت اللي يجي مسؤول جديد في منصب يشوف شنو اللي قبله وشنو الحاجات اللي باهي نجم ياخذها ويبني عليها حاجات اخرين. هذا الشيء ماهوش قاعد يصير في العقل السياسي اليوم، الموسي ماهوش موجود.